تعتبر اللوبيات أو جماعات الضغط عناصر حيوية في تشكيل السياسات العامة بالولايات المتحدة، حيث تمثل قطاعات مثل الشركات الكبرى والجمعيات المهنية أو تلك المتعلقة بالعرق والإثنيات، وتهدف إلى التأثير على صناعة القرار من خلال قوة المال أو عدد الناخبين المنضوين تحت لوائها، بالإضافة إلى وسائل التأثير على الرأي العام. في انتخابات 2020 مثلاً، بلغ الانفاق على الحملات الانتخابية قرابة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في الانتخابات المقبلة. يعد لوبي السلاح ممثلاً بالرابطة الوطنية للبنادق NRI من أقوى الجماعات، حيث أنفق 23 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين. أما غرفة التجارة الأمريكية وهي أيضاً واحدة من أقوى اللوبيات، فقد دعمت دونالد ترامب في جهوده لتقليص الضرائب على الشركات وتعزيز التجارة الحرة. هناك أيضاً اللوبي الإسرائيلي أيباك، والذي زاد من إنفاقه لدعم المرشحين المعتدلين في الحزب الديمقراطي، بينما تشغل اللوبيات الأخرى كلوبي شركات الأدوية وشركات التكنولوجيا وشركات النفط حيزاً كبيراً من التأثير. يبقى نفوذ الأموال تحدياً كبيراً للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، حيث تستثمر اللوبيات المناهضة للشعب الفلسطيني مبالغ ضخمة لدعم المرشحين المعتدلين في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بهدف ضمان فوزهم على المرشحين المؤيدين للقضية الفلسطينية. ويبقى نفوذ الأموال تحدياً كبيراً للحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتجلى تأثيرات اللوبيات من خلال المبالغ الضخمة التي تنفقها لدعم مرشحيها واستهداف المعارضين في الانتخابات الرئاسية والكونغرس، وبذلك تتأثر الانتخابات بمدى إنفاق اللوبيات داخل الولايات المتحدة ومدى رغبتها في صنع قرار القادم الجديد إلى البيت الأبيض.